وعليكم الاخوان، نهاركم مبروك وتحيه لكم، تحيه لحباب الخوت. اليوم راه كنتواجد الثقل ونازله بتاريخ 2024 شهر 10 اخوان في 4 تبارك الله مبارك. بالنسبه للناس اللي كيسولوني، اول حاجه اخوان بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الزيت، راه مازال الاخوان الناس اللي طاحوا قبل او الناس راه تفرجت وشافت، راه الزيت راه كتجي كما قلت لك جوده ماشي مزيانه، ماشي جوده عاليه كما كيقولوا الاخوان، كتكون شويه ناقصه من جهه حيث الجوده واللون. اللون كيدوز يومين ثلاث ايام كتمشي من اللون، كتولي كحله. الناس اللي كتفرج كتشوف كل شيء الاخوان تبارك الله. اليوم اول حاجه جمعه مباركه لجميع المسلمين، وكنتمنى من اي واحد كيتفرج فيا شي لايك الفيديو مشاركه مع الاخوان ديالكم خير منكم، باش الناس تستافد، الناس اللي باش اللي يعرفوا باقي الوقت، يعني باقى حد قلت له الشهر هذا في تقريبا 15 10، يعني باقى هاد السيمانه الجايه هي اللي الناس خصها تطحن لا تاخذ. دابا كاين غير الطرقات الخضره هي الخدامه دابا الطرقات، اما بالنسبه للزيت راه مازال الاخوان هاد الشهر، المهم في 10 حتى 15 يوم في هاد الشهر هذا. والله يستر الجميع، مشيو الاخوان دخلوا السوق، انا درت في السوق الاخوان تبارك الله السلعه قليله شويه، والله يدير الشغل ديال الخير، والثمار طالع شويه ثمن. الله الاخوان اللهم بارك وعسى السلعه اللهم بارك. كيداير اخويا لاباس عليك؟ هاني الخير منين اخويا؟ نجي الحفاد تبارك الله الاخوان اللهم بارك. هذه هي ديال الطحينه الاخوان كتكون ثلثه يا كاس محمد تبارك الله. شحال دازت الخير اخويا الله يحفظك؟ 95 هذه تبارك الله راه السوق 295 295 الاخوان هذه تبارك الله. من جيت الحافات قلت تبارك الله هذه ما عرفتش حتى عاد الخير هذا ما عمرك جربتيش ما تقلدش هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله. قال لك عاد الاخوان ما جربش، وهاد السلعه قال لك راه عطاوه 95 بحال 295، سلعه مليحه هذه الاخوان ديال الطحينه الاخوان كتكون ثلثه تبارك الله. وتا المرقد الاخوان راه تيلعبوا دور بالنسبه للمرقد، بحال دابا عندك ولاد حامو وعندك الحافات وعندك ولاد الشرقي وعندك شي مناطق في ونازه، هادو هما مناطق اللي مزيانين من حيث الجوده حتى من حيث المعطى الاخوان، هادو هما المراكز الزينين تبارك الله. كيدير لهم السوق اول حاجه؟ السوق زوين حيت دابا الثمن كان متبدل، راه كاين من 60 65 تقريبا حتى 95، هو اول واحد يقول لي 95 95 اول واحد يقول لي 95 تبارك الله والله يسر لك. كاين 70 كاين اليوم كاين 80 على حساب الجوده ديال على حساب الجوده على حساب الكاليتي. الكاليتي 95 الكاليتي قلت لي 95 سير الله يسر لك الله جبتي سير اخوان اللهم بارك اللهم بارك اخوان حسني اللهم بارك تبارك الله. سي جواد كي داير اخويا؟ لاباس عليه هاني شحال عطاك بالخير اخويا جواد؟ 65 265 265 الاخوان تبارك الله بحال 13 درهم ونص تبارك الله الله يبارك. انتم الاخوان هذه مرقده منين جوا؟ من جهه النباقه تبارك الله. وما قنعتيش ب 65؟ قلنا لهم 70 تبارك الله. كي داير جوا السوق دوكا؟ يوم ناقص والله يسر الله جبتي سير تبارك الله الله يسخر اخو جوا. البارح ربيعنا ب 85 البارح البارح والبارح كان شويه ونقص قال لكم اليوم ناقص كسر الله يسخر سير الله يسخر لك جوا تبارك الله. هذه الاخوان قال لك جيت النباقه قريب تقريبا قريب من واحد القلعه قال لك عطاو 65 سير الله يسخر لك. انا باع الاخوان الله يسهل باع 65 تقريبا اخوان حس سلعه باعت الله يسهل تبارك الله سلعه مليحه هذه. شحال دازت اسمح محمد الخير؟ هذه 290 290 باش دازت تبارك الله. بعدين البون الله يحفظك البون شوفوا الناس المشاهدين اكدوا صافي صور ضروري تكون كتبان لكم مزيان 290 الاخوان باش تباعت تبارك الله. هذه راه راس السوق من راس السوق هذه مرقده منين اخويا؟ من ونازده تاكسي بو محمد ونازده تبارك الله سير الله يسهل عليك تبارك الله. كي داير السوق الحاج؟ السوق مهود شويه 90 اخر ثمن 95 شحال واحد صورته باع فيه؟ تبارك الله كان شحال بيضاء ترد الطرقات 300 تبارك الله سير الله يسهل عليك الله يجيبك سير 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 الله يسخر تبارك الله الله يسخر لك سلعه زوينه هذه الاخوان تبارك الله. باع المعطاوي باع المعطاوي اخوان اللهم بارك. اليوم الاخوان شويه السلعه قليله ياك داخل السلعه اليوم ولا والو؟ لا شويه بركه شويه اليوم الاخوان سلعه شويه داخله. شحال الثمن تقريبا هذا الخير هذا؟ 280 300. شحال عطيك دابا انت في هذا؟ 280 280 بحال عطيك 14 درهم في الخير هذا 14 درهم اللي عطينا الاخوان. واليوم السوق راه شويه بحال مع السلعه قليله شويه نزيد واحد النغزه الاخوان كاينه من 260 حتى
300 تقريبا حتى 290 تقريبا. والمليح على حسب المليح، على حسب المناطق وعلى حسب المليح الجوده وجوده، هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله. تحسب المعطى دابا الناس هنا راه كيعرفوا المراقد اللي تيعطيو كيدخلوا عليها السلعه، كيدخلوا عليها وكيكون فيها الثمن. اما السلعه اللي ما كيعطيش راه كتكون شويه ناقصه في الثمن. سي عبد الرحيم كيدير اخويا؟ لاباس عليك. اذا دابا نيت شحال من المصنع قال لك بغا الزيت وبغا داك الشيء كيقول لك اخويا مازال ما نطحنوش. اخويا عبد الرحيم بقيت هذوك حتى الجوده ديال الزيت ما كايناش. ما كايناش، انا طحنوا والزيت ما دارت معاهم والو بالنسبه للجوده. تخرج جاري وكتخرج اللون كدوز حا شويه وكتكحل، كدوز يومين ديالها وكتكحل باقي ما كاينش الجوده. ايوا ملي كيبرد الحال اللي كتبغي الجوده ديال الزيت. المهم راه شهر 10 تدخل في ما صبروا بلاتي راه غادي نطحن في مشكل اللي غتفكرونا بها باش غادي نلحقوا تمشي تبدا تاكلوا ديال العيري فينا. سمعتوا الاخوان راه باقي الناس اللي كيسول على الزيت راه باقي الاخوان. خاصك مثلا حتى 15 في هذا الشهر ولا 10 في هذا الشهر تقريبا. فينا ما نطحنوا ما نطحنوا نعطيو للناس ونقول لا كيبغى خاص المعقول والناس راه عارف ان الوقت راه باقي وكيطحنوا باقي عارفين الجوده ديال الزيت صح. المهم الاخوان الجوده الشريف ماشي دعوه في الزيت وخا تعطيك حتى 20 ولا 22 لا حشينا كاين شي ناس طحنوا قبل تعطيك غير 16 مزيانه خير من 22. هذا الشيء اللي كاين. ولكن دابا باقي كاين جاري كتخرج اي نعم السين لا الزيت كتخرج خضره مليحه دروك هذا الشهر هذا. اي من هذه دواء سي عبد الرحيم الله يخليك. هذا الشيء اللي كاين تبارك الله. تبارك الله الله يبارك. هذه قال لك راه عطاوه 280 عندك عندك 280 على 14 درهم. الله يسهل الله يسهل عليك. مرقده منين هذه؟ مرقده من لوناز. لوناز يا اخوان الخير الغابه. الله يسر لكم يلا الله يجيب تيسر. تبارك الله الاخوان اللهم بارك وحسن على الاخوان اللهم بارك تبارك الله. اليوم السلعه راه قليله شويه الاخوان والثمن راه كاين الثمن كاين اليوم نزيد حنا غزال الاخوان تبارك الله. شحال هذا الحمد؟ على 270 270 الخير هذا وراه باقي ما باعش تبارك الله. مرقده منين هذه يا سمحان؟ مرقده منين هذه يا خويا؟ صحاب الموازن الصغار حتى الناس راه شريات شويه هما الناس اللي بغا كاين اللي شاري الناس الكبار اللي يحركوا السوق مازالوا ما كاينش. الناس الكبار ما تحركوا السوق لا مازال. هذه مرقده منين اخو؟ هذه ولاد بوعلي. ولاد بوعلي ونازده. ونازده ونازده ولاد بوعلي تبارك الله. الكبار ولاد السوق ما داخلين. ايوا الله يسخر. دابا عطاوك قال لك 170 وما قناش قال لك السوق شويه الشاري ما فيهش قليل 270 عفوا الاخوان 270 على 13 درهم ونص ورا ما قنع السيد قال لهم السوق السوق شويه زاقي ما كاينش فيه شاري. قدر شتا ولد الخير الناس قاهره الثمن اول حاجه الناس قاهره الثمن ما خاصها تدعمش مش ما تطيحش شي حاجه. والله يستر الجميع الله يستر شتا ولد الخير. لقيتو بعاد والو قنع تبارك الله الاخوان عطاو 280 280 عطاو وما نزيدك والو ما بيناتكم والو ها حيد سير الله يسخر لي الله يسخر لي باقي ما قنعش يا اخوان 280 14 درهم ما قنعش. سير الله يسخر لي خليه علاش قلت لك علاش لا ما دير والو جلدت حتى عمر خمسه وبغيت تبيدي ولا بغيت نبيع عليك شي حاجه ان شاء الله 282 ولا شي نقول له شحال نقول له الحلف في السوق صافي تبدل على الجريه لا خلي خلي سير الله يسخر لي قال وحلف حتى شد شد الحلف في السوق الحلف ما نحلفش قلت ان شاء الله وي ان شاء الله سير الله يسخر سير خلي خلي الله يسخر شوف لك ولد الحال 82 ها هي 82 درت الجريه لحد الفيسبوك الله يحفظك. لا مرحبا ما نصوركش 282 الاخوان باش نقلب عليه الله يسهل عليه سير الله يسخر. هذه مرقده منين الحاجه؟ مرقده منين؟ مرقده منين الحاجه؟ عملنا الاخوان وناز باقي الاخوان كيجيو والله المناطق الاخوان هما اللي تيجيو دابا يقرب شويه اما ورا الشرقي ودوك البعاد باقي الاخوان باقي ما كيبداوش. سير الله يسهل الله يجيب التيسير.